فتفوتة على اسمي عون. يوم أنا موجود مع أهلي ريم من ثلث ماريليا في شمال الأردن جام مدينة عجلون اللي يسمون النسبة النبيلية، بيقولوا كان عايش بهالمنطقة. بحب يا فتفوت تحكي عن هذا المكان، عن قصة النبيلية. 100% تل مار الياس سمي بهالاسم نسبة للنبي إيليا المذكور في العهد القديم. تل مار الياس هو تل صغير في شمال الأردن، يعتقد أنه تم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى النبي إيليا الذي ورد ذكره في العهد القديم، والذي ينحدر من منطقة جلعاد من مدينة تدعى تشبي، لذلك كان يدعى دائماً إيليا التشبي. وما يعزز الاعتقاد أن هذه المنطقة هي مسقط رأس النبي إيليا هو العثور على نص بالكتابة اليونانية على أرضية فسيفساء يذكر النبي إيليا بالاسم، وبأن أرضية هذه الكنيسة الفسيفسائية قدمت تكريماً له. كما يعتقد بأن الاستب، وهي قرية جبلية جميلة ذات خضرة دائمة تقع على بعد نصف كيلومتر إلى الغرب من موقع الكنيسة، هي بالأصل منطقة تشبه التي ورد ذكرها في العهد القديم وتمثل مسقط رأس النبي إيليا. مرحبا يا أصحاب، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة أو تحضروا الفيديو اللي بعديه.